الآن سنتابع ردة فعل الطرف الآخر وهو جمهور النصراوي الذي تفاجأ بخسارة ثقيلة بالأمس 3-0. أحد الجماهير عندما سئل عن المباراة قال وش تبغى أنت من الإدارة وش تبغى من النصراويين؟ قال أبغاهم يشوفون بس دموعي. نتابع. شو طالب في الإدارة النصرية؟ شو طالب معه؟ شو أقول بعد؟ فوق الخسارة هذه. والله مرة. أنا ماشي معه. والله ماشي ابنه. بس اللي يعز اللي مفروض لعيبة النصر مفروض اللي هم يحسون فيه أن الدوري محسوم وهذا الجمهور يحضر. نبغى مستوى حنا. لما تو حنا 10 سنوات وحنا نبغى مستوى مستوى مستوى. وين الخطأ في النصر؟ الخطأ وين في النصر؟ الخطأ تبدأ من الإدارة. المفروض على. راضين عن الإدارة؟ لا لا. بالنسبة شوف الآن الإدارة عندها مبلغ معين. عند الميزانيه اللي تقدر تجيب المحترفين. من هو من اللي يقول اداره النصر كحلال ما يقدر يجيب امثال رادول امثال بالهامس؟ لكن المشكله في اللي يكون مع في اللي يصنعون القرار والسماسر اللي يضغطون للفائده. يعني انا لما اجيب لاعب مثل بتري لو اجيب بتري لو اجيب مصطفى ادريس الان. مصطفى ادريس وهو معتزل الان له حوالي 7 سنوات 8 سنوات بيبدا مع النصر الان اكثر من بتري وهو معتزل له 7 سنوات على النصر الان. الموسم هذا احنا نطالب منافسين على بطولتين اللي هي الاسيويه البطولة الأسيوية وبطولة وكأس خادم الحرمين الشريفين. إذا ما حققنا البطولة السنة هذه السنة الجاية إذا ما حققنا عشان الملايين طالبون بسعد يرجع. نطالب بسعد يرجع بس يوم جاء وقت عقده وتكلم الجمهور تحطون احتياط عشان المبلغ يقل عشان ما يفريق ياخذه. الحل في النصر سعد الحال مو بالحل بس هذا تحطيم اللاعبين. هذا تحطيم لاعبين. سعد يبي يقدم يوم تكلم الجمهور عليه تحط احتياط عشان المبلغ يقل ولا تقدر تدفع. هذا واضح سعد واضح. غير كذا دراغان اتمنى دراغان هذا ينشات. غير كذا يعني تشكيله لمده 6 شهور وهو يلعب عليها نفس التشكيله. نتكلم عن مباراه اليوم. نتكلم عن مباراه اليوم. شو اللي تطلب انا من فريقي؟ اطلب من دراغان انه ينزل عبدو برناوي. ينزل برناوي يرجع برناوي مكان بتري حلو وينزل ريان بلال. ريان بلال يا اخي حرام يا اخي جالس في احتياط. اقسم بالله ريان حرام يجلس في احتياط قسما بالله. ما في لعيبه يا اخي اجانبنا ما يمشوا مع النصر يمشوا مع نجران مع الحزم. والله شيء يقهر يا اخي والله شيء. اتمنى انك تطلع. اتمنى عبد الرحمن القحطاني. عبد الرحمن القحطاني لاعب كبير على رؤوسنا لا يغر اللي جالس في الاحتياط. لكن الحارثي اتمنى ان الحارثي يراجع حساباته ويعرف انه هو ابن نادي النصر. طالبون بالتجديد مع الحارثي. انا اطالب بالتجديد يا اخي. الحارثي يا اخي هو الوحيد اللي بقى من ايام الرمز. انا اطالب بسعد الحارثي انه يبقى في النادي. لا يسر والله. انا اتمنى من الاداره تغيير الدفاع بالكامل. اتمنى ان سعد الحارثي يطلع من النصر لانه هو اللي ضيع الجمهور الصراحه. وبتري اضعف مدافع شفته على خط واحد لعب يا محمد عيد. خلصت المباراه. خلصت ما بالنا فايد ولا سويه يحلمون فيه النصر. 8 دقائق يمكن الاتفاق يسجل الرابع. مستحيل يظلونك على كلام الهريفي 10 ساعات النصر ما راح يقول هدف. اتمنى من الاداره تغيير الدفاع بالكل. حرام بتري حرام في قاروة حرام ميكين جايبينهم على قلات فايد. ليه؟ شو استفاد منهم النصر حاليا؟ ممكن الاتفاق يسجل الرابع. الاتفاق يستاهل لاعب اليوم. وفريق مو كثير مادا بس لاعبين افضل من النصر اجانب افضل ومحليين افضل. وحرام يوم قطع ماجد هزاز يلعب الدوخي مشيب عمره 45 سنه ما منه فايده. هو احسن عبد الغني خلاص برا. لازم تجديد الاداره تجدد اللاعبين ما منه فايده. شفت الهلال اللاعبين اعارات بس بدون انتقال. لو يجي في النصر 10 بنبقى نصراويين وما يهزنا كلام احد. والله هو بس المدرب كان غلطان لعب 4-5 هو 3-0 مو هم مشكلة. العب 4-4-2 ولعب لي ريان وسعد هجوم او ريان وسهلاوي نزل ما سوى شيء. معلش لعب من البداية سعد محارب من قبل جماهير خارجية وللأسف بعض الجماهير نصراوية والإعلام اللي انتخابل. يعني تعبنا يا أخي. إلى متى؟ هذا الأجانب هذا المحترفين أجانب. هذا أنا لو أنزل ألعب زي منه قاعد يغطون عليه اللعيبة المحليين. إلى متى؟ نبغى اجانب نبغى مدرب نبغى فريق زي الناس مهما صار. هذا دقيقه هذا العالمي على راسنا. والله ما اعرف ايش اقول لك لكن اتمنى انك حيلان تشوف الجمهور ذا. والله ما يستاهل. والله ما يستاهل نص الفريق جمهور ذا ما يستاهل. لا ما انا ما يستاهل. شوف حسره في عيونك. شو اسوي؟ اجنبي واحد عندهم شوف ايش سوى. اجنبي واحد. طيب الى متى يعني؟ اي اصغر واحد يعرف النصر ايش يحتاج. عالم النصر يبكي اليوم يبكي نص بعد. شوف الجمهور شوف جمهور الاتفاق ما في لا ما اعرف ايش اقول لك. شو اللي طالب بالامير فيصل بن تركي؟ شوف بس شوف الدمعه هذه بس شوف الدمعه هذه شوف الدمعه هذه
يعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي للجروح. معنى كلامك أتكل وفضها سيرة وروح. ويعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي للجروح. معنى كلامك أتكل وفضها سيرة وروح. يعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي للجروح. معنى كلامك أتكل وفضها سيرة وروح. يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تاني شي. هنت في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوى شي. يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تاني شي. هنت في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوى شي. ما تدري وش سويت بي أتعبتني وضاعت عبي صرت أستحي.